السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد وطريقة عمل تصميم بالذكاء الاصطناعي بطريقة مميزة جدا. وكل اللي هنحتاجه يا شباب او الملخص اللي احنا عايزينه في الصورة بتاعتنا هيكون في شاب او في بنت بتذاكر في وقت طبعا ايد الحب. لو انت عايز تعمل حاجة زي كده او عايز تعمل بعد ايد الحب عادي جدا، هو يكون الصورة حزينة بعض الشيء. واول حاجة هنحتاجها يا شباب هنيجي على جوجل بالشكل ده، واليو ار ال هنا كده من على الموبايل او من على جهاز الكمبيوتر، نكتب bing.com، تظهر معانا الواجهة اللي احنا شايفينها دي، تدور على ايقونة فوق كده مكتوب عليها ايمج بالشكل ده، نضغط عليها تظهر معانا الصور اللي احنا شايفينها دي، تظهر معانا ايقونات تاني برضو فوق، تلاقي في حاجه اسمها كريت او صناعه بالشكل ده، نضغط عليها تظهر معانا الواجهه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. هتلاقي هنا الوصف البحث اللي انت قادر تكتبه، طبعا ده انا هسيبه لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده وفي وصف الفيديو ده. تيجي هنا يا شباب وهتلصق الكلام اللي احنا واخدينه من الديسكريبشن من الوصف يا شباب، الجمله اللي انا سايبها لكم اللي هي تكون وصف البحث للتصميم بتاعنا بالشكل ده، هي ان هي تكون الامتحانات يا شباب لشخص يذاكر، وفي نفس الوقت اسم الشخص يكون مصطفى. لو انت عايز اي اسم تاني تقدر تغيره من هنا اهو الاسم. بعد كده نضغط كريت يا شباب، نشوف النتائج معانا هتكون عامله ازاي. ظهرت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا الصوره دي كويسه نوعا ما، في ناس تحب الصور دي ولكن انا مش بفضلها، ولكن الصوره دي ممتازه جدا جدا. تقدر طبعا تغير الوش بتاع الشخص، وانا كنت عامل فيديو قبل كده على القناه زي تقدر تغير الوجوه بتاعت الاشخاص، تقدر تشوفها وتغير وجه الشخص نفسه داونلود بالشكل ده. نفس الكلام الصوره دي داونلود بالشكل ده، نفس الكلام هنا داونلود. الصورة دي ممتازة جدا جدا، وبس كده نضغط اكس هنا كده. لو احنا عايزين نغير اي حاجة في الشخص نفسه نقدر نيجي من هنا كده نكتب وليكن حجاب جيرل بالشكل ده، بالشكل ده يا شباب اهو بدل كلمة بوي، ونضغط كريت بالشكل ده نكريت، نشوف النتائج معانا تكون عاملة ازاي. ظهرت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، الصورة دي ممتازة جدا، الصورة دي كويسة، نقدر داونلود من هنا كده، ولكن احنا نسينا نغير كلمة مصطفى، وليكن يعني الصورة دي برضو ممتازة، والصورة دي جميلة، والصورة دي نوعا ما كويسة بعض الشيء. نيجي من هنا كده احنا عايزين نغير اسم الشخص اهو، نخليه وليكن جميلة بالشكل ده اهو، ده وليكن لو اسم الشخص. طبعا احنا عايزين نغير في الالوان، طبعا هنقدر نغيرها، نشوف الالوان ده لو احنا مش عاجبنا يعني اللون الاحمر ده في العموم يعني يا شباب. لو انت عايز تخليه زي ما هو هتخليه عادي، مش هتقابلك اي مشكله باذن الله. طبعا لو انت عايز تغير الالوان من هنا ايه هتكتب وليكن انا عايزه باللون كمثال مثلا الاصفر بالشكل ده، ونضغط كريت بالشكل ده، نشوف النتائج معانا تكون عامله ازاي. ظهرت معانا بالشكل ده يا شباب. طبعا احنا غيرنا اسم الشخص وغيرنا اللون بتاع اللبس، الصورة دي ممتازة، الصورة دي كويسة، الصورة دي نوعا ما كويسة، لكن مشكلتها ان الوجه نفسه بايظ. الصورة دي كويسة نوعا ما، وبس كده نقدر بقى نضغط اكس. لو انت عايز تغير اللون تاني وتخليه ريد كمثال اهو، او تخليه بلاك كمثال بالشكل ده، ونضغط كريت برضو، نشوف النتائج معانا تكون عاملة ازاي. ظهرت معانا بالشكل ده، او الصورة دي بايظة مش هتنفع. تاني الصورة دي كويسة نوعا ما، في ناس هم قاعدين وراها. الصورة اللي بعدها يعني كويسة نوعا ما، والصورة دي ممتازة جدا في التصميم بتاعها داونلود. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. طبعا زي ما قلنا لو انت عايز تغير الأسماء بتاعت الأشخاص أهو الاسم، أنا سيبهولك كله بالكابيتال، تقدر إن انت تغير طبعا حجاب جيرل وتكتب اولد بوي بس. ولو انت عايز تغير اي حاجه في الوصف تغيرها، ولكن الافضل ان تغير السن، تغير الاسم بتاع الشخص، تغير اللون علشان خاطر الوصف البحث ده دقيق شويه، فان هو يطلع لك النتائج اللي احنا شايفينها دي. بس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سبت علي قول لي في رايك، انا بقيت اعمل لكم فيديوهين في اليوم، اتمنى يكون بينال اعجابكم، واتمنى يكون الدعم يجي من عندكم كويس جدا، محتاج دعمكم يا شباب في التعليقات عندي وفي الاشتراك في القناه، وان شاء الله هقدم لكم حاجات مبتكره جدا وافكار كويسة جدا في الأيام اللي جاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.